مشاهدينا وحلقه جديده من زينب بتعمل بيوت، هتكونوا معايا انا وزميلتي العزيزه رباب المهدي على مدار ساعه ونص. اهلا بيكي يا رباب. اهلا بيكي يا تغريد، واهلا بكل مشاهدينا على مدار ساعه ونص. هنقدم لكم الجديد في عالم الاسره وكمان الجديد في عالم المطبخ. خلونا في البدايه نعرف من تغريد اول فقراتها. اولى فقراتنا هتكون خاصه بالتوعيه وازاي نحمي اطفالنا من التحرش، وازاي ان احنا يكون عندنا اسلوب ان احنا نتعامل معاهم، وعمليه التوعيه تتم ازاي، وكمان يعني يكون في نوع من الدعم النفسي والثقه بالنفس في حاله ان لو الطفل اتعرض للتحرش. ده موضوع مهم جدا فعلا. اولادنا مش بيتعرضوا للتعرض على فكره التحرش في المدارس بس، لكن بمجرد ما خرجوا من العالم الخارجي وانواعه، فلازم فعلا يكون في وسيله تواصل بين الاسره وبين اولادها علشان نقدر فعلا ان احنا نحميهم. واكيد هنعرف ده اكتر مع تغريد، لكن فقرتي معاكم هتكون هنتعرف فيها ازاي ممكن نستفيد باسطح المنازل. احنا يعني في جو ابتدينا ندخل على جو، هندخل في جو الصيف، وكمان موضوع ان احنا نبقى في سطح المنزل ده كان من زمان جدا بيتم ممكن هو يتم يعني تعديله بشكل مناسب، لكن جت فكره بقى ان احنا ممكن نزرع فوق الاسطح دي، وكمان نقدر ان احنا نوجد نباتات نستفيد بيها سواء في الزراعه او حتى للزينه. لكن اكيد الموضوع له تفصيله اكبر هنحاول نتعرف عليها، وازاي ايه هي النباتات وازاي ممكن نستفيد من اسطح المنازل. تغريد لطيف جدا لانه بيغير من يعني عارفه الشكل العام. عارفه كمان لو كمان في قعده كده تبقى لطيفه، يعني تدي جو الروح المختلف. انا اعتمد عليكي في الفقره دي ان شاء الله. ان شاء الله هيكون معانا فقره كمان لطيفه جدا هتكون عن صنعة في ايديا امان ليا، وهنتكلم فيها عن المشغولات اليدويه وازاي ان احنا ممكن ننمي الدخل بتاعنا من خلال ان انا يكون عندي حرفه او مهنه بعرفها بشكل جيد، وده بيكون طبعا بشكل ايجابي بينعكس على الاسره ودخلها. ده اكيد. وكمان مش هقول صنعة في ايديا بقى امان ليا، لكن هي صنعة في ايديا امان ليا لرضا الاسره، وده اللي بتعمله صافي فعلا. وازاي هي ممكن تقدم لنا معانا شيف صافي؟ او ازيك يا صافي، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، برحب ومرحب بكل مشاهدينا النهارده. عاملين اكل اقتصادي، قولي لنا بقى. حلو قوي. اول حاجه عاملاها المسقعه، مسقعه الباذنجان، تمام، وعامله البصيره وليمون مخلل معصفر، حلو، وسلطه البنجر، والحلو بتاعنا بقى اللي دايما بنختم بيه حلقتنا الجميله، مهلبيه الفراوله. طب ده هايل، يعني انت كمان حاجات كلها حلوه قوي. مش بس بتعملي الاكل، انت كمان بتفنيني ازاي ممكن نقتصد في الاكل. انت هيبقى عندك رضا جميل جدا من الاسره. يعني كمان هنشوف موضوع المسقعه ده هتتعمل ازاي. لا يعني بس في عندها شويه حاجات كتير قوي يعني. خلاص انت ان شاء الله هتكوني معانا على مدار الساعه ونص. خلينا يلا تغريد نبدا. مشاهدينا هنخرج لفاصل، نرجع بقى للتغريد وازاي ممكن نعرف ولادنا ازاي يحموا انفسهم، ازاي يكون في لغه تواصل بيننا وبين ولادنا، ازاي نحميهم من خطر التحرش الجنسي. اكيد الموضوع مهم جدا، وتغريد اكيد ليها اسئله كتير. كل ده هنشوفه لكن بعد الفاصل. بنعود مره اخرى مشاهدينا، فقرتنا الحاليه فقره مهمه بالنسبه للتوعيه للاطفال بازاي نحمي اطفالنا من التحرش. الحقيقه الموضوع ده يمكن بيشمل اكتر من جانب خاص بالتوعيه، ازاي نحن ندعم الاطفال نفسيا، وعدد كبير جدا من الاسئله هيتم مناقشتها من خلال لقائنا مع الدكتوره شيماء علام، استشاري العلاقات الاسريه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا منورانا ومشرفه. سعيده جدا بوجودي معاك. منورانا يا فندم. خلينا في البدايه نتكلم عن يعني ازاي اولا يكون عندنا فكره التوعيه داخل الاسره للاطفال من هم صغيرين، بعمليه ان انا اعرفهم يعني ايه
مفهوم التحرش من البداية؟ هو أولا أنا بحييكم على اختيار الموضوع، موضوع جريء وشائك وقليل جدا اللي بيتطرق لي، ومش هننكر إن هو موجود. يعني المحاضر والقضايا والحوادث صحيح. اللي بنقراها كل يوم بتأكد إن الموضوع موجود متواجد، وإن كانت مش ظاهرة ومش هي شائعة، ولكن موجودة وبتمس فئة كتير وبتدمر حياة كتير طبعا. وبتصدم أسر كتير. فإحنا علشان نكون واقعيين عايزين نهيئ للأسرة كيفية امتصاص هذا الأمر. إزاي نوعي الأسرة إن الموضوع ده موجود، والموضوع دوت مؤثر جدا على حياة طفلك. طبعا هو ما فيش بالمنطق والعقل أهمية الموضوع مش محتاجة إن أنا أبرزها. أيوة. أهمية خطورته، ان هي كارثه بتقع على الاسره، مش محتاجه ان انا اتكلم فيها او بالزبط. ان انا اقول يعني، ولكن ان قلنا هنقول حياته العلميه بتتاثر، حياته النفسيه بتتدمر، حياته الاجتماعيه بتكون ليها مدى بعيد قوي على ذاكرته ان طبعا. ما امتصش الامر صح وتعالج صح والاسره اتعاملت معاه صح. ولازم في الحالات دي لما تحصل والاسره تكتشفها يلجأوا لي متخصص يساعدهم على تخطي الأزمة دي. يعني هي أهم، الموضوع كبير جدا مش محتاج إن أنا طبعًا أتكلم طبعًا بأهميته طبعًا. طيب خلينا نقول حاجة يعني مختلفة شوية، إنه الأطفال أحيانا بيتعرضوا للنوع ده من التحرش أو في أنواع كتيرة جدا، لكن بيخافوا إن هم يحكوا للأم والأب. إزاي إن أنا أدعمهم نفسيا حتى لو حكى إنه لأ، يعني أدعمه حتى لو حصل الموضوع ده، إزاي أدعمه نفسيا إنه يكون عنده ثقة في النفس بعد كده؟ هي حادثة زي كل حادثة، مفيش ليك فيها ذنب. لو اتعالجت صح، الطفل اللي اتعرض للموضوع دوت بيمر عليه وكأن لم يكن شيء. بالظبط. سكوتك عليها بيخليها تكبر، بيخلي اللي عمل كده يكرر الفعل مع واحد واثنين وثالث طفل واخر واخر واخر، وهو امن ان هو ضاغط عليكم نفسيا واجتماعيا، وان انتوا مش هتتكلموا علشان نفسيه الطفل وعلشان بس هنتكلم، لكن هنتكلم مع مين؟ احنا مش هنتكلم على الملأ، مع الكل، مع احنا هنتكلم مع الجهات المنوط بيها. هنتكلم سي اتعرض للتحرش في المدرسه، هنتكلم مع الاداره، وان طرق تطلب الامر هنلجا للشرطه، الجهات المختصه. وحاليا في سريه، يعني بتكون سريه للتعامل مع الحاله، سريه كامله وتدارك الامر وخطوره، وبيكون في زي اخصائي نفسي في الاقسام وفي طبعا في المدارس دي مفروغ منها بالزبط. وفي كل مكان، ان هو يقدر ازاي يلم الموقف ويتخطى الموقف من غير ما يعرض الطفل لالم نفسي، لاستجواب بطرق تأثر على نفسيته أو تترك فيه أثر نفسي. فإحنا بنناشد كل حد يتأكد إن في حاجة زي كده حصلت، إنه ما يسكتش، علشان ابنك، علشان المجتمع، علشان امتصاص الأزمة. السكوت عليها على فكرة بيحسسه إنه هو مدان، وبيخليه يعمل جلد الذات ليه، ويعيش على طول حاسس بتأنيب وعذاب نفسي داخلي ما بيقدرش يتخلص منه. تخطي الأزمة أولها إن هو يتأكد إن اللي عمل كده أخد عقاب. طيب خليني أقول حاجة تانية، إنه أحيانا الطفل بيتعرض لده والمتحرش أحيانا بيهدده أو بيقوله مثلا إنه ممكن يعمل ويسوي، وإن هو يعني يعمله حالة رعب. ما هو في ترغيب، فإزاي إن إحنا يكون عندنا في ترغيب وفي ترهيب. في طفل بتكون طب إحنا ممكن نقول ازاي تخلي تقي ابنك من التحرش بالزبط. اولا عايزين نخلي العلاقه بينك وبين الطفل مبنيه على الحب والاحترام صحيح. مش الخوف والرهبه، بحيث انه ما فيش اي طرف ثالث يقدر يدخل في العلاقه بينك وبين طفلك. اي حاجه تحصل ليه او يتعرض ليها تكون انت الاول حد يعرفها، واول حد تقدر تدعمه وتاخد له حقه. بالزبط. النهر والعقاب مش هيكون على الطفل اللي جه بيحكي لك، ايا كان الموقف، سيان تحرش، سيان ازمه حصل له مع صديق في المدرسه، في لازم تمتصه. لازم طفلك اول ما يروح من المدرسه، لو دخلنا مرحله المدرسه وهي بتبدا حاليا بدري قوي بالزبط. من 3 و4 سنين بالزبط. يحكي لك ايه اللي حصل في يومه،
كل تفصيلة بتحصل ليه لازم يحكيها لك. جسم طفلك من أول ما يتم 3-4 سنين لازم يكون عارف إن في أماكن خاصة ممنوع، ممنوع حد يتعرض ليها بشكل أو بآخر. الحفاضات واحنا بنغيرها للاطفال الصغيره ما نغيرش قدام الاطفال الكبيره، مش نظرا لان هو هيتغير او لا، عشان يعرف خصوصيه الامر ان المكان ده مستحيل حد يقدر يشوفه الا انت. فدي خطوه مهمه جدا ان هو يعرف ان المكان ده مقدس خاص بيك انت. عايزين كمان ندعمه بحيث ان هو تبقى انت مصدر ثقة كبيرة بالزبط. بالنسبة لي مصدر ثقة كبيرة بالنسبة لطفلك. فدي أهم الحاجات اللي هنقدر نقولها له. الدين بتاعنا قال فرقوا بينهم في المضاجع. الأطفال نحاول لو إحنا الإمكانيات المادية متاحة كل واحد ينام في أوضة، لو مش متاحة كل واحد ينام في سرير، لو مش متاحة كل واحد يبقى ليه غطاء خاص بيه. البنات في مكان والولاد في مكان على قد ما نقدر، وكل واحد ليه غطاء خاص بيه. خصوصية الأمر كلها بتدي للطفل الأساس اللي هو هيقدر يتعامل عليه. تمام. دكتورة شيماء، يمكن احنا اتكلمنا على جزئية مهمة جدا انه يكون الدعم من الأسرة. طيب دلوقتي انا بدون قطع كلام حضرتك انا ما جاوبتش على الترغيب والترهيب بالزبط. انا قلت المقدمة دي علشان اقدر اتكلم في النقطة التانية. صح. اللي هو بيستقطب الطفل ده بقى بيستقطبه بأمرين. اما الطفل ده ما عملناش اول شرط في اللي انا قلته دلوقتي ان العلاقة بينك وبينه مبنية على الثقة والاحترام. صحيح. فبيستقطبه من الناحية دي ان العلاقة بينك وبينه فيها خوف، الولد بيخاف منك. تمام. فبيقدر يستقطبه بأمرين، إما ترغيب أو ترهيب. بيربطوا بيه بارتباط شرطي بأمر ما، بتوصل لدرجة هدية. اللي بيجيبوا لهم اللعبة اللي بيحبوها، الشوكولاتة اللي بيحبوها. الولد ناقصه حنان أو البنت بيقدر يصب عليه الحنان صبا. الولد ناقصه فلوس في الأسر المادية اللي مستواها المادي ضعيف والعشوائيات وهكذا. بيديله فلوس على يخلي يكون هو مصدر امداده بالفلوس، بحيث ان الولد يرتبط ارتباط شرطي بيه ان انت مصدر سعاده بالنسبه لي. الناحيه الثانيه بقى ترهيب. لو والدك عرف، لو حد عرف هيعمل فيك كذا. لو حد ودي حقيقه في اسر كتير. الاب او الام لما بيصطدموا بحاجه زي كده بيجنوا جنونهم، واي حاجه من اللي احنا بنقوله ده بينسوها. وبيبقى الامر الاول اول حاجه بيلطش فيها الطفل، وده غلط جدا طبعا. اول حاجه بينفعل عليها الطفل، الا بقى الناس اللي واصله لدرجه من الهدوء والثقافه والثبات الانفعالي لدرجه عاليه جدا، دي اللي بتقدر تتحكم في نفسها يعني. فدي الطريقتين، ترغيب وترهيب. الترغيب والترهيب تقدري انت كأم تتفاديهم بسهوله جدا. ما تخليش طفلك، وان كان ظروفنا حتى الماديه او العمليه مش قادر اغطي كل احتياجاته، ولكن يكون لازم في رابط بيني وبينه. لازم على طول تكوني انت المصب بتاعه. بالزبط. دي نمره واحد من ناحيه الترغيب. ومن ناحيه الترهيب لازم يكون في امان، جسر امان بينك وبينه. فاحنا بكده هنقدر نسد على المتحرج ده الوسائل اللي هو بيدخل منها للطفل. طيب دكتورة، يمكن حضرتك أشرتي للنقطة مهمة جدا أنه لازم يكون عندي أمان في التعامل مع الأطفال، أنه لازم أثق أنه هيرجع يحكي لي. طيب إزاي أخلي عنده القدرة أنه هو ما بين علاقته ما بين الأم والأب أن أنا يكون عندي التواصل ده بشكل إن أي حاجة بتحصل أنا بعرفها، بيجي الطفل يحكيها لي من غير ما يقلق من غير ما يخاف. وحتى لو اتعرض لده، هل لو ما حكاش الطفل أقدر أكتشف ده؟ لو ما حكاش الطفل بقى في وسائل بقى بأعراض بتبان عليه. بنلاقي الطفل في اكتئاب، في انطواء، ممكن في بعض الأحيان هتلاقي ملابسه الداخلية فيها حاجة مش تمام، أثار دم. ده بقى لو احنا قلنا الاعتداء الجنسي ولا التحرش درجات. أيوة تحرش طبعا. بيبدأ من اللمس، بيبدأ من الكلمة، من النظرة. أيوة. يعني في تحرش معنوي وفي تحرش محسوس. صحيح. وملموس. صحيح. تحرش بيبدأ من النظرة، الكلمة، ولكن تحرش الأطفال ده بيكون باللمس أو بالاعتداء المباشر.
صحيح. التحرش اللمس ممكن الطفل لو انت مش موعياه ما يقدرش يدرك ان في تحرش. ان حد ما تعامل مع جسمه بشكل او باخر هو مش معتبره حنان، معتبره حب، معتبره احترام، مش واخد باله. فدي ان انت لازم تكوني ذكيه جدا في ان انت تثقفي الثقافه الجنسيه. لما قالوا هيدخلوها في المدارس بعض محدودي العلم او الثقافه او البسطاء كانوا بيسخروا من الامر وبيعتقدوا ان احنا هنديهم حاجة مش من الطاقس انهم او مش من الطاقة. لا 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 لا. ده هي مجرد توعية ان انت ازاي تحمي نفسك ضد المرضى والمجرمين مش صحيح اكتر بس. صحيح. فهي ان انت تقدري تثقفيها، تقدري تحصني. تمام. هتلاقي بقى اثار الولد اتغير، بيبكي بدون سبب، بينفعل لاسباب مش طبيعية، منطوي، خايف، مستوى الدراسي اتغير، شكل ملابسه، في ارتباط بينه وبين حد انت مش عارفاه، في اوقات بيغيب فيها غامضة. هتلاقي كل الحاجات دي لازم يكون في حاجة منهم بتحصل له. وده طبعا عشان تقدري تلاحظيه لازم تكوني انت متفرغه او مهتمه بيه جدا. وانت لو مهتمه بيه جدا مش هيحصل له كده اساسا. اكيد. طيب خلينا يعني نتكلم على جزئيه اخرى وهي ازاي ادعم الولد والبنت نفسيا بحيث ان هم ما يتعرضوش لده من البدايه، وكمان ان يكون عندهم ثقه في نفسهم ان هو حتى لو حصل وتعرض لحاجه زي كده ان هو يتعامل حتى بشكل عادي، يواجه المجتمع بشكل عادي. بيكون يعني ده مهم قوي قوي بالنسبه للاب والام. دعم الاسره ولا دعم الطفل؟ دعم الطفل نفسه من قبل الاسره حتى لو تعرضوا لده، انه ما يبقاش عنده رهبه من المجتمع. والله هو دعم الطفل بيبتدي من ان احنا ازاي تطرقنا للموضوع ده. في بعض العقليات حوالينا ما ينفعش الامر دوت يتطرقوا ليه. يعني مثلا الاطفال زمايله، اهالي الاطفال زمايله، وان كان الموضوع بعيد عنهم. يعني مثلا في مدرسه او وات ايفر هنضطر نحكي ان الشخص ده المتحرش اللي حصل منه ده، فالموضوع هيعلن شويه. هنمسك الطفل وهنتعامل معاه ان هي الدنيا فيها خير وشر. انت ما اخطأتش، انت ضحيه، وكل انت يعني انت تعرضت لحاجه ممكن تحصل لاي حد، حادثة زي أي حادثة. هنقدر نتعامل معاه وندعمه نفسيا وندعمه معنويا بحيث إن إحنا نحسسه إن دي حادثة عابرة وبتحصل زي ما أي حادثة ممكن تحصل لك، وإن أنت هتتخطاها وهتطلع منها منتصر، وممكن أنت تستفاد أكتر من أي حد ما حصلهوش كده، بإن أنت هتكون منتبه أكتر، ممكن اكتر تحافظ على الاقل منك، ما تخليهمش يتعرضوا لموقف زي ده. انت هتكبر وهيبقى عندك اسره، انت اخذت موقف او ضرب او ازمه حصلت لك هتخليك تطلع ولادك وابنائك دول في حمايه كامله، لان انت عندك حاجه ما حصلتش، خبره ما حصلتش لحد. انت هتقدر ازاي تحصنهم وتحميهم وتدعمهم بالدين والمبادئ والقيم والحرص والحذر من افات المجتمع. فاحنا هنقدر ندعمه ونحاول بقى ندخله في رياضه، ندخله في هوايه، نشترك له في جيم، نشترك لو طفل صغير نشترك له في لعبه. أيوه. في نادي. نحاول ندعمه ندخله لمدارس تنميه بشريه. نحاول ندعمه باللي بيحبهم من الاسره، من اصحابه الميقنين المثقفين اللي يقدروا او المتدينين اللي يقدروا يتخطوا به الموقف. ففي الوسائل لو احنا ركزنا مع الطفل هتلاقيها بالفطره كلها هنقدر نعملها وبسهوله جدا وبكل امكانيات، كلا على قد امكانياته. طبعا على الامكانيات من ابسط الامكانيات لاعلى الامكانيات. هتقدر تدعم طفلك لو انت نويت، ولو انت حطيته في اهتماماتك، ولو انت قدرت من جواك انت تضغط على ان اللود بيبقى على الاسره قبل الطفل. على فكره الطفل ممكن يتجاوز اكتر من الاسره، فاحنا لو اتكلمنا الاسره بتبقى محتاجه قبل الطفل دعم معنوي. عايزين نقول للاسره كمان انتوا يعني اللي يتعرض لحد زي كده انتوا في ابتلاء،
نوع من انواع الابتلاء. صحيح صحيح. احنا هنحمد ربنا المتحرش ده احيانا بيوصل لانه يتخلص من الطفل بالزبط. عشان ما يفضحش نفسه. فاحنا هنحمد ربنا مبدئيا ان ربنا الطفل بتاعنا موجود وهنقدر نصلحه، وربنا زي ما خلق كل حاجه خلق ليها العلاج بتاعها. صحيح. زي ما خلق صحيح. كل داء وربنا خلق كل حاجه لحكمه. والموضوع موضوع زي كده حصل ليه حكمه وليه سبب عند ربنا بتؤجر عليه لو انت تعاملت معاه صح. تقدر تخرج منه منتصر. أكيد. زي ما اي كبوه بتحصل لاي حد يقدر يخرج منها منتصر، وهي كبوه من ضمن الكبوات اللي ممكن تحصل لاي حد. طيب يعني الحقيقه يمكن حضرتك اشرتي لاكثر من جانب مهم، لكن هل انخراط الاطفال في المجتمع ان هو يعيش عيشه طبيعيه، ان هو يكون باباه ومامته محيطين بيه، انه لو في مناسبه بيكون اصدقائه معاه، هل ده بيخلي تعرض الطفل للتحرش بشكل اقل؟ بيئته السليمة، يعني ما بيكون عايش في بيئة سليمة، يعني الأب والأم مثلا معاملتهم ليه مش قاسية مثلا، مش إيه؟ قاسية قاسية غير قاسية، المعاملة قاسية من الأسرة للطفل المعتدى. أيوة. عليه بالزبط. ده مجني عليه. يعني ده مجني عليه. إحنا أول حاجة علشان يقدر يتعايش ويتعامل ويتكيف مع المجتمع لازم يحس إن الجاني أخذ عقاب. وحتى ان ما اخدش عقابه، لان في بعض الجناة بيهربوا، بيكون حد مجهول، الطفل نازل رايح المدرسه بتاعته الصبح في الفجريه، في اسر أيوة كتير أيوة. ظروفها ما بتسمحش انه يقدر ينزل يوصلها. بتلاقي المتحرش ده ممكن في بوابته العماره لو ما فيش حارس او في اي غفله من الغفلات يعرض الطفل لموقف يؤذيه نفسيا. بالزبط. تمام. وممكن يهرب. انا لازم الطفل بيبقى لسه صغير اللي بيتعرضوا للموقف ده، يعني مش نقول من 5 لـ8 سنين، مش اكبر من كده، الاكبر من كده بيخافوا يقربوا منهم لانه هيقدر يصرخ. ودي برضو الحاجات اللي بنقولها للطفل للاسره توعي بيها الطفل. لو اتعرض يعمل ايه؟ انه يصرخ، ان هو يستغيث باللي حواليه، يمشي في جماعات دايما، ما يمشيش منفرد لوحده. تمام. فلازم الطفل، نرجع بقى لاجابه السؤال، لازم الطفل، اصل الموضوع متفرع وحاجه بتدعم حاجه. أكيد أكيد. فبضطر شيء بشيء يذكر، يعني لازم الطفل يحس ان الجاني اخذ عقابه. حتى لو ما اخذش عقابه، زي ما قلنا لو واحد اعتدى عليه وجري ومش فيش كاميرات ومش هنعرف نجيبه، نحسسه بشكل او باخر، نوهمه انه اخذ عقابه وجه واتسجن، وان كنا هنعمل قدامه قصه بسيطه كده بالاشتراك مع اخصائي اجتماعي في اسم الشرطه او وات ايفر، انه فعلا جه واتحبس واتسجن ومش هيحصل كده تاني. تمام. فدي اول حاجه بتقوي الطفل وتحسسه ان هو انتصر، خد ان حقه. هو اخد حقه. ان انت قدرت تجيب له حقه. صح. لان هو لو حس بالعجز ان اللي عمل كده خلاص راح، بيفقد الثقه في الاب والام والمجتمع. فاحنا لازم نحس، اول حاجه هنسعى ان الجاني ياخد عقاب، ما قدرناش لازم نوهمه ان الجاني اخد عقاب. اكيد. تمام. خلينا في النهايه نوجه نصيحه للاب والام ازاي ان هم يتعاملوا في الحالات دي، وازاي ان هم يقوا الاولاد ويحموهم من التعرض للتحرش. ازاي الاسره تتعامل؟ احنا مش هنحسس الطفل ان في فرق بينه وبين ولاده، بين بقيه الاولاد. احنا مش هنحسسه ان هو اذنب. احنا مش هنحسسه، مش هنفقده الثقه بنفسه، بحيث ان انت خلاص ما انتش نازل لوحدك تاني. خلاص انت مش هتباب بره تاني. في بعض الاهالي بيسمحوا، على فكره التحرش ممكن يجي من الاقارب، من نفس جنس الطفل او من جنس اخر. ممكن يجي من الخدم او السائق او وات ايفر، وممكن بالزبط. يجي من المجتمع حد من المحيط العيله بيه. انت ما تاخديش بالك خالص، بنت خالته، بنت خالتها، ابن خاله، انت مش واخده بالك خالص، لان هو طفل سوي وانت مامنه ومفيش. هو كمان طفل سوي فعلا، بس اتعرض لازمه ما قدرش يتخطاها واللي حواليه ما عرفوش. فهي بتيجي كده يعني. فاحنا عايزين نحسسه ان احنا ما فقدناش الثقه فيه. اكيد. ايا كان تصرفه اللي حصل، وانت اكتشفت الامر تحسسيه ان هو طبعا، وخصوصا لو هو اللي جه حكالك او عرفتي تداركتي الامر في يومها او في وقتها، تحسسيه ان هو يثاب ويؤجر ويحيى على ان هو قدر من كان عنده الشجاعة ان هو يقول لي انه يقدر يجي يحكي لك. وتحسسيه ان هو الموقف ده يقدر طبعا. الطفل القوي والضعيف، الغني والفقير، اي حد يقدر يحصل له.
ده زي مرض زي حادثه قدر يجي لك. أي حد ممكن انت مش يتعرف. اقل من اي حد، انت بنت جميله او انت ولد قوي، وانت هتقدر تتجاوز وهتقدر تتعامل، تديله صلاحيات اكتر، تديله ثقه اكتر، وعينك تبقى عليه من غير ما ياخد باله، لانه لو اخد باله ان الثقه ضعفت فيه هيبتدي يختل توازنه، هتاثر على حياته النفسيه والدراسيه، وهتبقى الازمه، هيخرج من دروب بيدخل في دروب. بنشكرك جدا جدا. لا اتفضلي، انا عايزه بس اقول اتفضلي طبعا. اول امبارح سيده حرم السيد رئيس الجمهوريه كانت بتكرم النماذج الناجحه من السيدات. صحيح. وانا عايزه ان اذكر نموذج ناجح من السيدات، الدكتوره رغده سمير مديره مستشفى المطريه. انا عايزه احييها واشكرها على تعاونها وحسن ادارتها ومهنيتها وتداركها لاي خطا بيحصل من عامل او من موظف ابسط منها. وان هي بتقدر تجيب للجمهور او للمريض حقها وتتدارك الامر وتتواصل معاهم، وان هي دايره المكان على اعلى مستوى. انا بحييكي وبشكرك دكتور رغده، وان شاء الله يعني ادام الله فضلك، وبنتمنى ان كل مسؤول في مكان يقدر يكون قد المكان اللي هو فيه، ويقدر يحميه ويقدر يخدم المجتمع. والف شكر دكتور رغده. شكرا لحضرتك دكتوره شيماء علام، استشاري العلاقات الاسريه، نورتينا وشرفتينا، شكرا جزيلا لحضرتك. نلتقي بعد هذا الفاصل، هيكون عندنا صنعة في ايديا امان ليا عن المشغولات اليدويه بعد الفاصل.